احسن من الزعتر. واش الخوت صافا كلشي مزيان؟ المهم غندير واحد الحلقة. واحد اللعيبة فالصو فهمشي الورقة هادي غيرها كوبي وندير واحد البلان واعر هو شي لعيب. الوقت فاش كيصبغي يدوز بالزربة الوقت فاش كيصبغي يدوز بالزربة تيدوز معطل يدوز في الباب. تخيل يلا دخلنا قبيلة سالينا ما مشعل شمعة انت مشعل ضو شمعة حق 14 شفت لي ماش اوزود راك عارف كتفكر لي ماش لقين بريو تاقناوي تخيل ماهي قلت لك الوقت يمشي بالزربة قبيلة فاش كتفهم مونطي بالزربة والبارح والله يلا بغي يدوز بالله راني الله فيها خير يا جمي علاش خويا زيد لك اخا سميتو فلوس كانوا فوق الطابله قبيله هذا اللي كتبغي تصيفط للوالده مالو مالو هزتي شي مطلقه ولكن مشى بغي تصيفطهم انت ولا كانوا فوق الطابله مشى بغي تصيفطهم شو يومين وكاك الو فهمتي انا ناخذ هذاك الشيء لعيب شبي ما دازت ليا كاس انتيغراسيون ولا معاك ما راه طلعوا علينا عندنا 50% الوالد هادي مريضه دابا فهمتي المهم تا قديل غير اللي بغى شي لعيبه خليه خوت شي لعيبه اللي بغى شي مرحبا انا خاصة ندوي نصيفط له الدواء واللعيبه وبغيت نوريك واحد اللعيبه قبيله كنت نتفرج في يوتيوب واحد التويشيه فين داخل فيها هادشي ديال الشموع الكيسان كتحرك فلوس ولا حركتيها كانت بحال هكا الدوبل كدوبل فهمتي الدوبل والله اش كدوبل راه تناخذو الخمسين فلان هذا والله ناخذو الخمسين ياك شدد كده شدد كده ياخذ الخمسين غادي تجبد 50 اخرى زعما ما كنحبس ندير السحر من خبر ليش دو معاك بالله اش دو ميزه ما كاعش يا ربي نكون عا كنحلم قسم بالله اش منيش يا وراك القصه كي كيدير راك حرك شي مال صافي شي حاجه ما كاين صدقيت ها صدقيت انا شنو صدقيت بغيت نديرو لا لا واش منيشك ها والله تداوم معاك بالله بقات الخمسه كيوزا 50 اورو بشي دابا والله انا كان باغي الفلوس الاول راه على الطريقه اش كتمرقد وخا حرام شي 50 اورو وهاني يا صاحبي كيف جاني شو منيش كحمزه والله لا لا واش داو منيش كتهدا دو صافي والله حق الرب لا كايشي والله تداو معايا واش داو منيش داو معايا صاحبي صافي حيد واش تضحكش دابا والله تمن انا كنضحك من هذا زعتر يا صاحبي والله ما خرج لا انا كنبدا نضحك بحال ما كنعيق بك باللي راه كتضحك والله داو منيش لا لا ما تنضحكش راه فلوس هادو صاحبي واش مريض؟ راه عندنا فلوس اصاحبي بان عرفنا نهار ضارب لي شما راه بو حمزه 50 اورو جبتها في النهار ضارب لها كور في مصلحه العشيه تعالي غدا غنمشي عند هذاك المواصل شنو هو ديك سميتها سميتها ديك السينيورا كيفاش السينيورا واش كنت مقول لها ليا ولا حمزه واش 50 اورو؟ نقول لها عطيت شرب لك في هذا الليل ولا شنو هو صاحبي؟ صافي يا صاحبي مش غنضحك معاك حمزه انا ما كنضحك معاك صافي يا صاحبي هاي نسى غدا لا تبغي شنو ولا تضرب فيا تدير لي الطقس بكره نرد لك الصرف واش تضرب فيا صافي يا صاحبي حمزه واش واش كيضحك هذاك واش كنضحك كتشبرك هنا انت ما كتمشي دير مو في هذا الليل واش هذيك تضرب شي ني واش هي 50 اورو واش مرات غندا نخسر الهضره حمزه انسى باقي ضارب لي بلاص حمزه 50 اورو جبد لي 50 اورو ما بقاوش نضرب وصافي شي لا حق الشا وانا عارف ما دوش 50 اورو باش يكون شي شي عادي باش يغلب 50 اورو بك الطريق على شي راه يعني باش دير لي باش دير لي على الطريق ديال البراش لا صح لا ما فاهم مو والو هذا الشيء والله ما فاهم قسم بالله صافي يا صاحبي والله حق شي دابا انا والله صافي يا صاحبي جيب جيب معاك اخو داك الشيء والله حق نوض لي يا صاحبي جيب اصاحبي ما جيبش لك اصاحبي شي دايله كيما صح لا ورا قريب يدنا صح 50 اورو كون ضربت شي هذا تما راه ما غتخاف ما تخافش بقا
غادي نبراهاش اصاحبي. وصافي يا صاحبي قربت غادي نبراهاش نمشي على راه عارف بابك الصرف ولا شي حاجه في نص انا صاحبي باش تدير لي تبرهيش بحال ماك حق فيط راه بحال حرك شينا حتى حنا حنا فاش كنا نضربوا في التمر ونجيبوها ما لقيناش فك حنا تهاني يا صاحبي كيفاش هاني واش كدوي منيش كصاحبي ماشي باش كتمرضني يا صاحبي ماشي باش كتمرض كيفاش هاني اش كضحك يا حمزه صاحبي واش دوي مني حق باش نقلبوا ديال ما الدار صافي خا صاحبي راه 50 يورو غدا تجوها صاحبي تهان جوع انا جيعان شي الحنا شنو حمزه صاحبي هنا صاحبي واش نضحكش يا صاحبي واش نضحكش يا صاحبي والله تنزرع نضربك يا حمزه باش نضربك حق انا اصلا لا عشيرك عشيرك انا صغار سنين واحد العاج من طايف وصلت لي صلت لي صلت لي واحد الحاجه عشيرك ما غاتمشيش تهز لي حاجه شو من بلاصه انا ما عمري زدت لك شي حاجه جي عندي 16 معايا هادو كيخصوني انا ماشي خصوك انت صافي يا صاحبي خليني ندوز اصاحبي صافي نسى لا جي شي عندي وما رديتكش ديك الساعه رديتك بلاش عرفني ماشي راجل اصلا عارفنا احنا من صغار من صغار باش نساوس صاحبي قال لي حمزه مابقاش يهضر معايا صافي طلع مني صافي اصاحبي والله تنقول لك واحد اللعبه حمزه هاد الليله هذا ما تهضرش معايا صافي طلع مني طلع مني حمزه خونا حمزه قلت راه غنولي غنولي معقل واش معقلك اصاحبي انا نضرب شهرين ديال الحد غيدي فرقع فيا صاحبي صافي حمزه صافي طلع مني صاحبي والله تتعالى بالله والله حمزه والله تتعالى بالله والله تتعالى والله عايشين قسما بالله صافي سيدي عطيوك الايفون 20 يا شاهد صافي ضربا الزرنيع المرجلة هادي حق الله شنو الحركة والشد درت تا ما ناعس فهمتي كتفيق كتلقى كلشي واجد ما درتش تضربش على شمال انا ضيف عندك اشي خويا لا ماشي انا ضيف واخويا الحاجية ديال بنادم ما خاصكش مصليها انا بعدا ما نقدرش انا بعدا ما نقدرش نمشي لشي واحد نهز لي شي لعيبه من صافي وجايك باش نكملها اتا سحر انا خويا عندي واحد السحر غادي وليت يعني دبر على الخمسه وحط حدا الزيرو هي 50 ارجع للمغرب اصاحبي قلت لي انت بحال هرب لك في الطاليان والله تبان لي ضرب ضرب على الكاسك اضرب على الكاسك ضرب على الكاسك ضرب على الكاسك والله تضرب على الكاسك بالله صاحبي والله تضرب على الكاسك ضرب اهبط اهبط اضرب على الكاسك ضرب على الكاسك ورا حدا الكرتون الفيديو فرانك مش قول يا صاحبي قلت لك 50 يورو غادي الفيديو كليبات ديال الامازون لا حمزه ان شاء الله يا صاحبي هذا حمزه صراحه صافي حمزه صافي ولا ما تجيش هذا يلا شوف معاك عشيرة اش نضحك معاك بالرجل شوف بنادم صاحبي البلان خايبه صاحبي انا ما حمدتش هاد البلان هذا والله غطفى كاميرا غطفى ما شافش كاميرا ولا كاميرا صاحبي شوف حنا صورنا فلوق الصباح وكذا صيتك عرفني انا ما عنديش ماشي ديال اليوتيوب والفلوجات ولكن اخويا راه شربنتك غنبداو ما كاينه التراكات والحرب خبرني ديك الساعه نتفق معاك حاضر 50 يورو نمشي خوان دار فين اكثر يتخدموا من الامازون اوه والله يتخدموا معاك عاد ما تكونش مدرع وتعرف عليا خايبه مدرع والله جا امر ما يمشيش واش شيها والله الزربوع المهم خوش انس قربت انس كعكع ملعوبه I'm gonna go ahead and grab something.